الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. الرئيس الفلسطيني يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار، وواشنطن تؤكد أنها تعمل مع مصر والأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء لنحو 19,000 وأكثر من 55,000 جريح. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي الساعة 2 من ظهر الاثنين المقبل كموعد لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. وذكرت الهيئة في بيان لها أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، ذلك خلال موعد مقرر لهذا الإجراء والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية. عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة إيطاليا والتي استمرت لعدة أيام. وخلال الزيارة التقى الفريق أسامة عسكر بالفريق أول بحري جوز بيكافو رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالي، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، وكذلك التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما تفقد الفريق أسامة عسكر قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية، كما قام بزيارة ميدانية لإحدى الوحدات المقاتلة. هذا وتضمنت الزيارة لقاء عدد من مسؤولي الشركات الإيطالية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية والمرور على بعض منتجات الشركات أثناء مراحل التصنيع. شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه، مؤكدا رفضه للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة بمدينة رام الله مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك دولفان، وأكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا بضرورة فتح جميع المعابر ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية. وأكد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية كذلك لإلزام الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أنه يجب أن تنتقل السيطرة على غزة إلى الفلسطينيين، ويتعين العمل على ذلك وفقا لجدول زمني. وخلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته لإسرائيل أوضح سوليفان أن واشنطن ملتزمة بجهود تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، لافتا إلى أن بلاده تعمل مع مصر والأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
نحن أيضا نستمر في الدعم مع مصر ومع الأمم المتحدة في إيجاد السبل لإدخال المساعدات وأيضا التأكد من عدم توسع وقعة الصراع في المنطقة. وأيضا نحن نؤكد التزام الرئيس بايدن للعمل على الجهود الدبلوماسية. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة التعايش الدولي مع فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والاكتفاء بصيغ ومواقف سياسية لا تجد آذان صاغية من الحكومة الإسرائيلية. كما طلبت الخارجية الفلسطينية بجرأة دولية تنسجم مع المواقف الدولية المعلنة والتي تحذر من عمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتطالب بوقف العدوان وممارسة ضغط حقيقي على مجلس الأمن حتى يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني. دعت بريطانيا وأكثر من 12 دولة شريكة من بينها أستراليا وكندا وفرنسا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي للعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الدول في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية إن ازدياد وتيرة العنف أو عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين غير مقبول، مؤكدين أنه يجب اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للتجمعات الفلسطينية. حذرت صحيفة هارتس الإسرائيلية في مقال لها من أن تجد إسرائيل نفسها غارقة في حرب استنزاف في ظل غياب أي أفق أو خطط لإنهاء الهجوم البري على قطاع غزة. وتحدث المقال عن زيادة المخاوف بين الإسرائيليين وحتى داخل جيش الاحتلال، خصوصا بين جنود الاحتياط، من أن يطول التصعيد في شكله الحالي الذي لا يملك جيش الاحتلال الإسرائيلي خبرة كبيرة في إدارته. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تواصل العمل بلا هوادة من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استعاد جثة الإسرائيلي الفرنسي الذي تم احتجازه خلال هجمات السابع من شهر أكتوبر الماضي. Et sans nul doute, l'une des plus importantes de l'histoire de l'Organisation mondiale de la santé. تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج فندق بوسط مدينة فانكوفر الكندية، حيث يلقي رئيس الوزراء جاستن ترودو كلمة للضغط عليه لقطع الدعم العسكري الكندي لإسرائيل. وشهد عدة مئات وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. مظاهرات لا تنتهي ومطالب بوقف إطلاق النار لا تتوقف، ومع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتعالى الأصوات المطالبة بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون. وفي أحدث التطورات، نظمت جماعة يهودية احتجاجات في 8 مدن أمريكية وعطلت حركة المرور في ساعة الذروة في شوارع وجسور مزدحمة في واشنطن وفيلادلفيا للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. وفي واشنطن قالت جماعة الصوت اليهودي من أجل السلام إن حوالي 90 متظاهرا أغلقوا الجسر المؤدي إلى جادة نيويورك في الجزء الشمالي الغربي من العاصمة الأمريكية. كما خرجت مظاهرات في بوسطن وأتلانتا وشيكاغو ومينيابوليس وسياتل وبورتلاند بولاية أوريغون. وعلى الجانب الآخر، أكدت صحيفة بوليتيكو جامعة واشنطن معلومات تفصيلية عن سلوك الإسرائيليين في قطاع غزة بالشكل الذي يتيح لها استخلاص الاستنتاجات لانتهاكات قوانين الحرب التي دعت لوقفها مرارا وتكرارا. وبحسب الصحيفة، قامت المخابرات الأمريكية بجمع معلومات مفصلة حول تصرفات إسرائيل منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر الماضي، وأشارت إلى أن تلك المعلومات تشمل من بين أمور أخرى الأهداف التي تم ضربها والأسلحة المستخدمة والعدد المحتمل للأشخاص الذين قتلوا نتيجة للهجمات.
وبالإضافة إلى المعلومات الاستخبارية نفسها، أضافت الصحيفة أن أعضاء الكونغرس الأمريكي لديهم أيضا معلومات ذات صلة. ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 18,987 شهيدا وأكثر من 55,000 جريح، ذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الأغلبية العظمى من الشهداء من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. كما أشارت السلطات الصحية بقطاع غزة إلى استشهاد نحو 300 من العاملين في القطاع الصحي، إضافة إلى 32 من طواقم الدفاع المدني و86 صحفيا و135 من طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن النظام الصحي في قطاع غزة صعب للغاية، وإن جهاز الإسعاف شبه منهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف. وخلال اجتماعها مع مديرة الصليب الأحمر الدولي مريانا إيجر في رام الله، طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية الصليب الأحمر بضرورة الضغط على الاحتلال لتوفير ممر آمن لإدخال الأطباء وإخراج الجرحى والمرضى من قطاع غزة. يتواصل اليوم الثاني على التوالي الانقطاع الكامل لكافة خدمات الاتصال والانترنت وسط وجنوب قطاع غزة وعلى أجزاء من مدينة غزة، ذلك بسبب العدوان الإسرائيلي. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان صحفي مقتدب أنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة وبطواقمها العاملة هناك كافة، في ظل قطع الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل للمرة الخامسة منذ بداية العدوان. قالت المتحدثة باسم وكالة الأونروا جوليا توما أن قطاع غزة أصبح مكانا غير مؤهل للعيش به. وأضافت توما على أن سوء الأحوال الجوية قد يؤدي إلى تفاقم الظروف الصعبة بالفعل في القطاع، مشيرة إلى أنه يوجد لدى الأونروا 150 ملجأ إضافيا، إلا أنها تحتاج إلى فتح المزيد لأن الملاجئ مكتظة ولا يمكنها استيعاب المزيد من الأشخاص. وأشارت المتحدثة باسم وكالة الأونروا إلى أن الأشخاص يلجؤون إلى بناء أكواخ أو العيش في سياراتهم، موضحة أن أونروا تقوم بإدخال المساعدات إلى المنطقة، إلا أن عملها يقتصر على رفح بسبب القصف العنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاحتلال وافق على السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وأوضح المكتب أن تلك الخطوة ستساعد على دخول 200 شاحنات مساعدات يوميا، وهو ما تم الاتفاق عليه في صفقة المحتجزين التي جرى التوصل إليها وتنفيذها الشهر الماضي. من جهته رحب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان بقرار فتح المعبر الذي وصفه بأنه خطوة مهمة، قائلا إن البيت الأبيض يأمل أن يؤدي ذلك إلى تخفيف التكدس والمساعدة في تسهيل إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح. أعلنت وزارة الداخلية والخارجية الألمانية عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 6.1 مليون يورو لأوكرانيا مع دخول فصل الشتاء. وأوضحت الوزارتان أن الحكومة الفيدرالية الألمانية تواصل دعمها الشامل للحماية المدنية الأوكرانية، لا سيما بمساعدة الوكالة الفيدرالية للإغاثة الفنية.
وافق الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة 12 من العقوبات ضد روسيا على أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع شهر يناير المقبل. وذكر المجلس الأوروبي أن من بين الإجراءات المتخذة ضد موسكو فرض حظر تدريجي على واردات الألماس الروسية، كما ستتضمن العقوبات إجراءات أخرى، منها التشديد على الأدلة المطلوبة من الشركات التي تزعم أنها ملتزمة بسقف الأسعار المفروض على النفط الروسية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تمضي قدما في العمليات العسكرية في أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي يعقده سنويا أشار بوتين إلى الصعوبات التي تواجهها كييف مؤخرا في أرض المعركة، كما شدد على ثقته مجددا بانتصار روسيا على أوكرانيا وأن الوقت سيكون لصالحه في عام 2024، مؤكدا أن الانتكاسات التي لحقت بجيشه في عام 2022 أصبحت من الماضي. كما كشف الرئيس الروسي للمرة الأولى عن عدد الجنود الروس المنتشرين في أوكرانيا، متحدثا عن وجود 617 ألف في منطقة النزاع، من بينهم 144 ألف تم استدعائهم للقتال إلى جانب الجيش. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه حان الوقت لكي تدرك الدول الغربية أن سياستها بشأن أوكرانيا عقيمة. كما شدد لافروف في تصريح صحفي على ضرورة خفض حلف شمال الأطلنطي ودول الاتحاد الأوروبي المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا. اعتبر الكرملين انضمام أوكرانيا ومولدوفا قد يزعزع الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك غدا بدء مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي. ورأى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الضوء الأخضر المعطى لأوكرانيا ومولدوفا من جانب الاتحاد الأوروبي الذي منح جورجيا أيضا وضع المرشح يهدف إلى إلحاق الأذى بروسيا. بعد قرابة العامين اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل، وهو الطلب الذي قدمته كييف بعد وقت قصير من بدء العملية الروسية العسكرية في شهر فبراير من عام 2022، خطوة أعلنها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على هامش اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل 27، مؤكدا أنه بمثابة إشارة أمل قوية لمواطني أوكرانيا وكذلك مولدوفا التي نالت من الاتفاق جانبا أيضا. ورغم التفاؤل الأوكراني الأوروبي، امتنع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن التصويت، بل وأكد أنه لا يريد المشاركة فيما وصفه بالقرار السيء. وبموجب معاهدة لشبونة يمكن لأي دولة أوروبية أن تتقدم بطلب العضوية بشرط استيفاء معايير كوبنهاجن، والتي تشمل الديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واقتصاد السوق، فضلا عن قبول قوانين الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار منحت أوكرانيا وضع المرشح رسميا إلى جانب جارتها مولدوفا في شهر يونيو عام 2022، وهي خطوة مهمة قبل البدء بالمحادثات الفعلية. ولأن الطريق ما زال طويلاً أمامها، كانت قد اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء منح أوكرانيا وضع المرشح، مع التأكيد كذلك على الحاجة إلى تحسينات في القضاء الأوكراني الذي يعد أحد العيوب في نظرة الأوروبيين، بالإضافة إلى المزيد من العمل في مكافحة الفساد. كما أثار مسؤول الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن العديد من القضايا الداخلية. وإلى أن يتم تفعيل الضوء الأخضر ببدء المحادثات، تبقى التوقعات المطروحة خلال الفترة القادمة مفتوحة على جميع السيناريوهات، ويبقى السؤال الأكبر كيف تم الاتفاق على بدء المفاوضات في شأن يستلزم الإجماع بحسب القوانين الأوروبية وخرقته المجر بموقفها.
رفع البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي إلى 16% في قرار هو الخامس من نوعه منذ الصيف، سعيا للحد من التضخم المتصاعد. ويسعى البنك المركزي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية في أوكرانيا، بما يشمل عقوبات غربية وزيادة في الإنفاق الحكومي العسكري واستدعاء 100,000 رجال للقتال. تباطأ النشاط التجاري في منطقة اليورو بمعدل أسرع في ديسمبر تحت وطأة ازدياد الانكماش في فرنسا. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال إلى 47 نقطة في ديسمبر، مقارنة ب 47.6 من النقاط في نوفمبر الماضي. وانكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1% في الربع الثالث، ذلك وفقا لبيانات رسمية. توقع البنك المركزي الألماني انكماشا طفيفا لاقتصاد البلاد هذا العام ونموا ضئيلا في العام المقبل. يأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر، وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة. ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو، أظهرت توقعات البنك نصف سنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا من المتوقع في عام 2023، لكنه أيضا أقل كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في عام 2024. وتشير التوقعات الأحدث إلى تراجع الاقتصاد الألماني بنسبة 1% في العام الحالي، وتحقيق نمو يقدر ب 4% في العام المقبل. انكمش اقتصاد نيوزيلندا بشكل غير متوقع في الربع الثالث من العام الجاري، ذلك وسط تراجع الانفاق الاستهلاكي والاستثمارات في البلاد مع ارتفاع الفوائد. كما اظهرت هيئة الاحصاء النيوزيلندية انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3% في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. كما انكمش الاقتصاد في الربع الثالث على اساس سنوي بنسبة 6%، وهو اضعف اداء له منذ ازمة كورونا في عام 2021. أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك عن حصول بلاده على دفعة قدرها 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل الإغاثة من الأوبئة بحلول نهاية العام الجاري. وعقب محادثته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليان، قال تاسك أن الأموال التي ستحصل عليها بولندا سيتم تخصيصها لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. Oni mówią to w twarz prezydentowi Zelenskiemu, że już nie mają siły, że są wyczerpani. Chcę powiedzieć, że zadaniem Polski, zadaniem nowego rządu, ale zadaniem też nas wszystkich jest głośno. دعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطنية الصينية تشانغ شياو كانغ الدول المعنية إلى الوقف الفوري للانتهاكات والاستفزازات المتعلقة بجزيرة ريناي جياو الصينية في بحر الصين الجنوبية. وقال المتحدث أنه في 10 ديسمبر تجاهل الجانب الفلبيني تحذيرات الصين المتكررة وأرسل سفنا للدخول إلى المياه بالقرب من الجزيرة في محاولة لتوصيل مواد بناء إلى السفينة العسكرية الراسية بشكل غير قانونية هناك. وأضافت الصين أنه خلال تلك العملية اتخذ الجانب الفلبيني إجراءات خطيرة وحاول عمدا الاصطدام بسفينة تابعة لخفر السواحل، ما أدى إلى حدوث خدوش بالسفينة، وذلك حسب اتهام بكين. أعلنت شركة الشحن الدنماركية ميرسك أنها ستوقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، ذلك بسبب هجوم قوات الحوثي. وأضافت الشركة أنه في أعقاب الحادث الوشيك الذي شهدته سفينة ميرسك جبل طارق أمس الخميس والهجوم الآخر على سفينة حاويات اليوم، تم إصدار تعليمات لجميع سفن ميرسك في المنطقة المتجهة للمرور عبر مضيق باب المندب بإيقاف رحلاتها حتى
حتى إشعار آخر. كما أعربت شركة الشحن الدنماركية عن قلقها إزاء الوضع الأمني المتصاعد في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن هجوما صاروخيا فلسطيا انطلق من منطقة تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن باتجاه ممر ملاحي دولي في البحر الأحمر لم يسفر عن أضرار أو إصابات. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على منصة أكس أنها تراقب الوضع عن كثب على الرغم من أن هذا الحادث لم يشهد تدخل قوات أمريكية. من جهتها قالت قوة مكافحة القرصنة في الصومال التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم إن سفينة تابعة للبحرية الإسبانية تبحر بأقصى سرعة باتجاه سفينة تجارية قد تكون مختطفة من قبل قراصنة. أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري أن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا مملوكة لشركة ألمانية تعرضت لأضرار جراء هجوم جوي على بعد 50 ميلا بحريا شمالي ميناء المخا اليمني. وأضافت أمبري أن السفينة كانت تتحرك جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما أصيبت بمقذوف تسبب في نشوب حريق على سطحها وسقوط حاوية في البحر. من جانبه قال مسؤول أمبري أن السفينة كانت تتحرك جنوبا عبر مضيق باب المندب عندما أصيبت بمقذوف تسبب في نشوب حريق على سطحها وسقوط الحاوية في البحر. رحبت المفوضية الأوروبية باتفاق سياسي تم التوصل إليه بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وتعزيز السلوك المؤسسي المستدام والمسؤول عبر سلاسل القيمة العالمية. وذكرت المفوضية أنه سيطلب من الشركات الكبيرة تحديد الآثار السلبية لأنشطتها على حقوق الإنسان مثل عمالة الأطفال واستغلال العمال والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي ومنعها أو إنهائها أو تخفيفها عند الضرورة. أكدت وزارة الصحة اليابانية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد للأسبوع الثالث على التوالي. وأضافت الصحة اليابانية أن نحو 5000 مؤسسة طبية قد سجلت 17379 حالة إصابة خلال 7 أيام بزيادة قدرت ب 3796 حالة عن الأسبوع السابق عليه. أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 3 من رجال الشرطة وإصابة 2 آخرين بعد تعرض مقر شرطة محلية في منطقة شمالية البلاد لهجوم مسلح. وأدان رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق ككار بشدة الهجوم وأشاد بقوات الأمن لإحباطها خطة إرهابية كبيرة. كما تعهد رئيس الوزراء بمواصلة الحرب ضد الإرهاب حتى القضاء عليه بالكامل من البلاد. تو کہیں پر کوئی بد اعتمادی نہیں ہے ہر جگہ پر اعتماد ہے راجہ فاروق صاحب بھی بہت پر اعتماد تھے کل ہمارے ساتھ ان کی بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے میں بھی بڑا پر اعتماد تھا ہم دونوں نے بڑے حذرت السلطات اليونانية من أنه إذا لم يتم تخفيض انبعاثات الكربون فإن اليونان معرضة لخطر التصحر بنسبة 40%. وأوضحت صحيفة كاثميرني اليونانية أن تكلفة تغير المناخ بالنسبة لليونان تقدر بحلول نهاية القرن بنحو 2.2 مليار يورو سنوية، أي حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي بالقيم الحالية.
أعلن صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء عن طرح وحدات سكنية جديدة بمناطق تقع في نطاق محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وتضم المحافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية. ومن المقرر تسليم تلك الوحدات كاملة المرافق خلال عام بنظام التشطيب الكامل مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع. تواصل الدولة جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية بتقديم تيسيرات ومحفزات كبيرة للمستثمرين. وفي هذا الإطار استقبل رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة طارق سلام جمال الدين وفدا من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعددا من المستثمرين الصينيين لبحث أوجه التعاون ودراسة الفرص الاستثمارية بالمدينة. ورياضيا، يلتقي الأهلي الآن مع اتحاد جدة السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية. وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم الأهلي بثلاثة أهداف دون رد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية وأيضا عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
انتهت نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى التذكرة. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمراً صحفياً الاثنين المقبل لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. الرئيس الفلسطيني يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار، وواشنطن تؤكد أنها تعمل مع مصر والأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء لنحو 19,000 وأكثر من 55 جريح. انتهت أخبار التاسعة، لكن لا يزال هواء التاسعة مستمرا مع هدير أبو زيد. مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا هدير. مساء الخير، يعني شفتوا أكيد وسمعتوا الأجواء الحماسية يا حكمة والأصوات بتاعة الناس احتفالا بماتش الأهلي، ويمكن أجواء متعودين عليها في الماتشات الكبيرة اللي زي دي، والجماهير العربية بشكل عام مش الأهلي كمان، هتلاقي مصر كلها فرحانة النهاردة. صحيح. يعني أكيد يعني بكل تأكيد إن الأهلي بيمثل مصر كلها، يعني أكيد طبعا. هنستمر معاكم ومع المشاهدين في متابعة كل أجواء المباراة، وإحنا داخلين نبتدي الحلقة أهو، وإحنا كمان هنكمل نتيجة 3-0، فإن شاء الله نحتفل جميعا بفوز إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكركم، موفقة يا هدير، وبشكر كل صناع نشرة التاسعة. شكرا جزيلا.